وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي صديقاتي كل متتبعي قناتنا، قناة أخوكم محسن على اليوتيوب، كما سبق ووعدت الكثير من متتبعي قناتي على اليوتيوب وخاصة عشاق الإكس بوكس 360 جيت هاك طبعا المعدلة، وعدتهم بأنني سوف أقدم لهم تيمات كهدية مني، تجميع من الثيمات كهدية مني. آسف لأني أطلت عليهم، لكن الوقت لم يكفيني لكي أقوم برفعهم على الإنترنت، وكذلك عدة مشاكل أخرى أرجو أن تتفهموا الأمر، لكنني قمت بوضع تجميعة هي كانت كبيرة جدا، لكني قمت بالتقليص منها، التقليل من حجمها لكي يتمكن الجميع من تحميلها. إضافة إني اخترت الثيمات الجميلة فقط، هناك ثيمات معقدة بعض الشيء، لكنني اخترت الجميلة منها كما سوف أريكم هنا. هي في الحقيقة ليست من تصميمي، ولكن قمت بجمعها. أعرف أن الجميع يبحث عن تيمات، إذن المجموعة تحتوي على 8 تيمات سوف تقومون بتحميلها من الرابط، هذا الرابط المختصر كما جرت العادة دائما. تقوم تحميلها من الرابط المختصر هنا، تنتظر 5 ثواني عفوا. سكيب اد، تغلق النوافذ المنبثقة الأخرى. طبعا أردت أن أضعها على موقع الخليج، لكن أظن أن به مشكل، لذلك رفعتها على موقع فورشير. تضغط على تيليشارجي بشكل عادي، حجمها هو الحجم، عفوا الحجم هو 326 ميجا أوكتي، 326 ميجا أوكتي. نمر الآن إلى جهاز الإكس بوكس لأريكم الطريقة، نترككم مع طريقة الشرح على الإكس بوكس. نتوجه الآن إلى جهاز الإكس بوكس وفايل مانجر، نختار الـ ESP الذي يحتوي الثيمات، ثم نذهب إلى الجهة الأخرى نختار القرص، ثم FD RAV 775 و Skins. نعود إلى الثيم الذي نريد إرساله، ثم نضغط كما تلاحظون في الصورة، وهكذا نكون انتهينا. إذن كانت هذه هي طريقة التثبيت، نتمنى أنكم استفدتم، لا تبخلوا علينا بالإعجاب، مشاركة الفيديو والاشتراك في القناة إن لم تكن مشترك، لا تبخل علينا بتعليقاتك. أشكر جميع المتتبعين الأوفياء والذين يساهمون في رقي القناة. إلى اللقاء مرة أخرى، كان هذا أخوكم محسن، سلام.